I always have beans for breakfast. أنا دائماً أتناول الفول على الإفطار. Children like sweet food like chocolate. الأطفال يحبون الطعام الحلو مثل الشوكولاتة. We add carrots when we make a green salad. نحن نضيف الجزر عندما نحن نصنع سلطة خضراء. What's your favorite food? الإجابة it's chicken. ماذا يكون الطعام المفضل لديك؟ الإجابة إنه الدجاج. We have a lime tree in the garden. نحن لدينا شجرة ليمون في الحديقة. My uncle sells fish at the market. عمي يبيع السمك في السوق. أول سؤال طبعا استماع، ندخل على اختياري. My grandpa is a farmer. He raises chickens. جدي يكون مزارع، هو يربي دجاج. What's your favorite fruit? الإجابة I like pineapples. ماذا يكون أو ماذا تكون الفاكهة المفضلة لديك؟ والإجابة أنا أحب الأناناس. Chickens give us eggs. الدجاج يعطينا بيض. Coconuts are healthy. جوز الهند يكون صحي. A mango is a kind of fruits. المانجا تكون نوع من الفواكه. Chocolate is a healthy food. الشوكولاتة تكون طعام صحي. We grow mangoes in our garden. نحن نزرع المانجا في حديقتنا نحن. Rabbits like to eat carrots. الأرانب تحب أن تأكل الجزر. Ola likes planting trees. Her uncle is a farmer. She learned everything about plants from her uncle. She plants a lemon seed in a pot. The lemon tree starts to grow. Lemons grow on the tree, then flowers grow. Ola picks lemons. She makes delicious lemonade for her family. شوف العربي. علا تحب زراعة الأشجار. عمها يكون مزارع. هي تعلمت كل شيء عن النباتات من عمها. هي تزرع بذرة ليمون في إناء. شجرة الليمون تبدأ في النمو والليمون ينمو على الشجرة، ثم الأزهار تنمو وعلى تقطف الليمون. هي تصنع عصير ليمون لذيذ لعائلتها. شوف القطعة. Waleed lives in a big house with his family. There is a big garden in the house where his grandpa grows many different kinds of vegetables and fruits. He grows tomatoes, carrots, onions. There are lemon, lime, and mango trees as well. He has chickens too. He collects fresh eggs and sells them at the market. Waleed's favorite healthy food is mango. He likes to eat it and use it to make delicious juice. Waleed likes chocolates too. He knows it's unhealthy, but he thinks it's okay to eat a little. شوف الترجمة. وليد يعيش في منزل كبير مع عائلته. يوجد هناك حديقة كبيرة في المنزل، حيث جده يزرع كثير من الأنواع المختلفة للخضروات والفاكهة.
هو يزرع الطماطم والجزر والبصل. يوجد هناك أشجار مانجا وليمون حامض وليمون أصفر أيضا. هو لديه دجاج أيضا. هو يجمع البيض الطازج ويبيعه في السوق. الطعام الصحي المفضل لوليد يكون المانجا. هو يحب أن يأكلها ويستخدمها لكي يصنع عصير لذيذ. وليد يحب الشوكولاتة أيضا. هو يعرف أنها غير صحية، لكن هو يعتقد أنه لا بأس أن يأكل قليلا. شوف الأسئلة. وليد's grandpa grows different kinds of vegetables and fruit. جد وليد يزرع أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة. The underlined word unhealthy means bad for your body. الكلمة التي تحتها خط وهي غير صحي تعني سيء لجسدك. السؤال بيقول why does وليد eat a little chocolate؟ لماذا وليد يأكل شوكولاتة قليلة أو قليل من الشوكولاتة؟ طبعا الإجابة لأن هي سيئة أهي أهو بيك... آه لا عايزين حاجة أهو. he thinks it is okay to eat. لا مش هي دي، عايزين فين؟ غير صحية أهي. he knows it is unhealthy. he knows it's unhealthy يعني هو يعرف أنها غير صحية. طب نيجي هنا بيقول لك لخص النص في جملتين. طبعا هنجيب أهم الجملتين. ممكن ناخد أول اتنين. هو وليد يعيش في منزل كبير مع عائلته، ويوجد هناك حديقة كبيرة حيث والده يزرع كثير من الأنواع المختلفة للخضروات والفاكهة. دول أهم جملتين اتذكروا في القطعة كلها. نيجي هنا ترتيب. what's your favorite healthy food؟ ودي نفس اللي قلناها في القطعة فوق، معناها ماذا يكون الطعام الصحي المفضل لديك أنت؟ بترتبها بنفس الصيغة كده. My father grows tomatoes and onions. يعني أبي يزرع طماطم وبصل. It's okay to eat a little chocolate. وبردي برضو نفس اللي قلناها فوق، يعني it's okay يعني لا بأس أن تأكل قليل من الشوكولاتة. My uncle sells eggs at the market. My uncle يعني عمي يبيع البيض في السوق. الترقيم زي ما قلنا أول حرف بيكون كابيتال، أيا كان أهو بيكون كابيتال، وبعدين بندور في النص فيش حاجة، يبقى هتختم بيه النقطة عشان دي جملة عادية. هنا برضه أول حرف كابيتال، طبعا ده سؤال فبنختم بيه علامة استفهام. نيجي هنا قلنا اختار الـ A أو الـ AN أو الصم أو الـ ANY حسب ما يتناسب. هنشوف يقول I eat an apple every day. an A و an معناها واحد وواحدة، يبقى أنا أكل تفاحة واحدة كل يوم. نادر doesn't want any juice يعني نادر لا يريد أي عصير، قلنا any مع النفي. summer has some oranges يعني summer لديها بعض البرتقال. طبعا الجمع لا يأخذ a و an، فنأخذ مع any أو some. are there any tomatoes؟ هل يوجد هناك أي طماطم؟ طبعا السؤال بيأخذ إني، السؤال العادي بيأخذ إني. We haven't got any grapes. نحن ليس لدينا أي عنب. طبعا برضو النفي بيأخذ إني. Would you like an apple؟ طبعا الوحيد المفرد ومتحرك، يبقى هل أنت تود تفاحة واحدة؟ Do you have any onions؟ سؤال عادي بيأخذ any. هل أنت لديك أي بصل؟ Can I have some tea؟
ده سؤال طلب، السؤال الطلب والعرض بيأخذ صم، هل يمكنني أنا أن أحصل على بعض من الشاي؟ There is a chair in the room. يوجد هناك طبعا مفرد عشان في chair واحد، يبقى there is، يوجد هناك كرسي في الغرفة. There are some cars on the road. طبعا on the road طبعا الجمع يأخذ are كما قلنا، يبقى يوجد هناك، there are، يوجد هناك بعض السيارات على الطريق. There is some rice for lunch. يوجد هناك بعض الأرز على الغداء. وطبعا قلنا إن الأرز والسكر والشاي كل الحاجات اللي زي دي الخام بتتعامل مفرد، تاخذ is أو was. I haven't got any brothers or sisters. أنا ليس لدي أي إخوة أو أخوات، كما قلنا النفي يأخذ any. Are there any carrots for salad؟ زي ما قلنا السؤال بدأ بالجمع are there، هل يوجد هناك أي جزر على السلطة؟ Is there a watermelon in the fridge؟ مفرد طبعا، watermelon مفرد، يبقى نختار مفرد is there، هل يوجد هناك بطيخة في الثلاجة؟ Would you like، طبعا جمع فنختار some bananas. طبعا سؤال بعرض فيه على حد ان هو يأكل موز، فبقول له هل انت تود بعضا من الموز؟ العرض والطلب بيأخذ كما قلنا الصم. شوف هنا في عندنا حاجات ثابتة زي السؤال بيقول what would you like، ده سؤال ثابت معناها ماذا انت تود، مش بنترجم هنا would، what would you like، ماذا انت تود. I would برضو ثابتة، I would like ثابتة معايا، I would like some كشري، بمعنى أنا أود، would like على بعض معناها أود، I would like، أنا أود بعض من الكشري. How about، بيجي بعدها ing، how about eating some rice، يعني ما رأيك في أكل بعض الأرز. Can I have some pineapples، يعني هل يمكنني أنا أن أحصل على بعضا من الأناناس؟ طبعا سؤال عرض وطلب زي ما قلنا بيأخذ some. طبعا سؤال بالجمع فيأخذ are there any onions عشان جمع، هل يوجد هناك أي بصل؟ وهنا زي ما قلنا would you like سبته، would you like some water، يعني هل أنت تود بعضا من الماء؟